احتجاجات عمالية مستمرة في الأحواز جنوب غرب إيران تدخل أسبوعها الثالث رفضاً للغلاء وانهيار العملة والظروف الاقتصادية المتدهورة. المتظاهرون معظمهم من شركتين لصناعة الصلب وقصب السكر ويعانون من تأخر الرواتب وظروف العمل القاسية. شرطة النظام تدخلت لقمع الاحتجاجات بالعنف، كما اعتقلت عددا من النشطاء العماليين إضافة إلى صحفية كانت تغطي التظاهرات. وهتف المتظاهرون ضد الحكومة والحرس الثوري واصفين تعاملهم مع العمال بأسلوب المافيا. وتعاني الشركات التي يعمل فيها المحتجون من مشكلات في بعض خطوط الإنتاج بسبب عدم وجود المواد الخام، ما أدى لطرد الكثير من العمال. سكان المنطقة انضموا للاحتجاجات، كما لقيت التظاهرات دعما من قبل الإيرانيين في مدن أخرى منها طهران. إيران تشهد منذ أواخر العام الماضي إضرابات واحتجاجات مستمرة بسبب ظروف العمل السيئة وتردي الأوضاع المعيشية، وهي المعاناة التي ازدادت مؤخرا مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على النظام.